أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وطبقا للدستور لا سيما المادة 91 الفقرتين 7 و8، وقع رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد 2 رمضان 1443 الموافق للثالث من أبريل 2022 مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوما عليهم نهائيا. وكان السيد الرئيس قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام.